تشخيص الامر تقولون احاله وزيره العدل. وزيره العدل هي رئيس النيابه العموميه والاحاله قضائيه، وانت يعني ترأس هذه الهيئه التنسيقيه للدفاع عن القضاه. يعني دعوا القضاء يحكم، لماذا الاستباق الامور؟ لا، هي وزيرة العدل هي شخصية سياسية مستولية على النيابة العمومية في القضاء، هي ليست شخصية قضائية. وزيرة العدل هي شخصية سياسية استولت على القضاء وخرقت الإجراءات القضائية. مثلا نعطيك مثال يعني صارخ في خرق القانون. القانون يقول أنه لما يقع الاشتباه في ارتكاب قاضي لمخالفة أو لجريمة أو جناية أو جنحة، تتولى النيابة العمومية أولا مراسلة مجلس أعلى القضاء وتطلب منه النظر في رفع الحصانة عنها. نعم. فإذا رفع الحصانة تتولى النيابة إحالة القضية إلى القاضي التحقيق أو المحكمة. في هذه الحالة وزيرة العدل أجبرت النيابة العمومية على عدم احترام هذا الإجراء وإحالة الملفات القضائية المفبركة مباشرة إلى قضاة التحقيق دون المرور بمجلس القضاء، وفي هذا خرق فاضح للقانون التونسي والقانون الدولي، لأن القاضي له الحصانة الجزائية ولا يمكن سماعه أو استنطاقه في اتهام ما إلا بعد رفع الحصانة، وهذا ما لم تحترمه وزيرة العدل. للأسف هي نفس القاضية، يعني هي كانت رئيس محكمة وقاضية. هل تتحدث عن مجلس أعلى القضاء المؤقت ولا مجلس القضاء الأعلى الشرعي؟ لا، نحن نحكي على المبدأ القانوني. المبدأ القانوني أن القاضي لا يحال على القاضي التحقيق أو في أي جريمة إلا بعد رفع الحصانة عنه. هم يتحصنون بوضع الاستثناء يا أستاذ العياشي، يقولك البلاد واقفة الآن. مجلس القضاء الاستثنائي او مجلس القضاء المؤقت هو قام بتنصيب مجلس اعلى للقضاء مؤقت بعد ازاحته لمجلس القضاء الشرعي، بل ان رئيس مجلس الاعلى للقضاء الشرعي هو نفسه اليوم اصبح في اعين وزيره العدل ورئيس الجمهوريه ارهابي كبير، ووجهت له تهمه امام القطب القضائي لمكافحه الارهاب، الى جانب انه اصبح كذلك فاسد مالي كبير لانه فتحت له قضيه كذلك امام القطب القضائي لمكافحه الفساد المالي. يعني وكان وزيره العدل اكتشف فجأة أن محاكم تونس مملوءة بالقضاة الإرهابيين والمجرمين وعتاة المجرمين والفساد وغيرهم، إذ أن هناك اليوم أكثر من 100 قضية فجأة نشرت ضدهم بعد صدور الأحكام لفائدتهم في 9 أوت الماضي باعتبارهم مجرمين. تصوروا أن في تونس اليوم هناك 7 وكلاء جمهورية سابقون يعني، و3 وكلاء عمول لدى الاستئناف، و3 رؤساء محاكم في تونس، إلى جانب عدد من كبير يعني عشرات من قضاة التحقيق والنيابة. نعم. كلهم إرهابيون وفاسدون مليون. اكتشفت فجأة وزيرة العدل ذلك ونشرت ضدهم قضايا في ظرف أسبوع ضدهم جميعا. هذا عبث، يعني هذا يؤكد أن هذه الوزيرة لا تقيم حتى للعقل والمنطق مقاما، فلا أحد يصدق أن ما تفعله هو تطهير للقضاء بين ظفرين كما يدعي الرئيس المنقلب، بل هو إرادة في تدجين القضاء وبث الرعب لدى بقية القضاة المباشرين كي يعني يمتثلوا للتعليمات التي يريدونها. مثلا اليوم بإحالتهم على طبق هذا المرسوم سيء الذكر 54 لعدد من المحامين، لست أنا وحدي، يعني هناك عدد من المحامين والنشطاء الذين أحيلوا طبقه. غاية قيس سعيد هو أن يكون القضاة المباشرين اليوم خائفون من أن يقع بهم ما وقع لزملائهم فيمتثلون لأوامرهم. وهذا ما جعل سعيد من الشرفاء الذين يرفضون التعليمات، ولكن طبعا نحن لم نعد نعتقد أن القضاء في تونس مستقل، هو هيكليا أصبح قضاء وظيفة
رئيس الجمهورية لا يعترف بالسلطة القضائية، ونص في الدستور على أن القضاء ليس سلطة بل هو مجرد وظيفة، ويريد يعني تدجينه واستعماله فيما يريد. هو